بحث القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية للداخلية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في زيادة مساهمة المغتربين في الاقتصاد القومي. كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات والطلبات التي تم طرحها خلال المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج والذي عقدته وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة منتصف شهر أغسطس الماضي. وقالت سهى جندي إن المصريين بالخارج يمثلون إضافة قوية للاقتصاد الوطني بمدخراتهم من تحويلات بالعملة الصعبة، مشيرة إلى التقارير الصادرة عن البنك الدولي حول التوقعات بزيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج ومن جانب المهاجرين في ظل تزايد الصعوبات المتأثرة من المتغيرات على المستوى العالمي، مؤكدة أن المواطن المصري بطبعه شديد الانتماء والارتباط بوطنه.